بحبكم جميعا، الأستاذ فراس حناوي أيضا بوجوده باسم كل الضيوف، وبنعتذر على ضرورة نقل المكان المحاضرات لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة. طبعا نبدأ الجلسة الأولى بمحاضرة تعديل بسيط، محاضرة الخلايا الجذعية رح تكون الثانية، رح نبدأ بمحاضرة للأستاذ الدكتور ماهر سيفو. طبعا الدكتور ماهر غني عن التعريف، هو نائب عميد كلية الطب للشؤون العلمية في جامعة دمشق، رئيس قسم الأورام في كلية الطب بجامعة دمشق سابقا، واستشاري طب الأورام في مشفى الأسد الجامعي ومشفى المواساة، وعضو الجمعية الأمريكية لطب الأورام، ومعروف هو من الناس المتابعين دائما وبيعطينا دائما أحدث المستجدات. ورح يكون محاضرته اليوم عن Management of Breast Cancer in the Era of Precision Medicine. تفضل دكتور ماهر، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. بينما اجى اللاسلكي طبعا اهلا وسهلا دكتورنا دكتور فراس الناوي. شكرا استاذ مروان لاعطاني دوره، استاذ مروان كمان استاذنا، شكرا جزيلا. وعدته ربع ساعه ننتقل للمحاضره الثانيه. كثير سعيد اني احضر معكم للمره السنه الثانيه لنحكي عن كيف تكامل العلوم تتكامل لخدمه المرضى، خاصه لما بنحكي عن مرضى السرطان. طبعا نحن صرنا بعصر تدبير مريض، مانجمنت. صوت هيك ما طبعا
دعموا هذا الشيء لأنه ممكن يوفر علينا تكاليف وعلاجات، ورقم واحد بيوفر على المريض التعرض لعلاجات مفرطة، وهذا حديثنا. فعلاً مرة أجوني ثلاث سيدات، قديش معي أوتوبيس؟ أجوني ثلاث سيدات وطبيبات، وحدهن يعني وكيل قال لي بإحدى الجامعات ما راح سمي. عملت لهم تحليل وطلع معهم بحاجة لكيمو فقط علاج هرموني، حكي من 4-5 سنين. وإحدى المحاضرات كانت هي حاضرة، طلعت عارفة هي حكت الكيس تبعها. هلا هي بالنسبة للإيرلي، بالنسبة للميتاستاتيك بريست كانسر كمان نفس الشيء. نحن اختصاصنا إمتى ما لازم نعطي كيمو؟ يعني نحن سهلة، في مين في حدا جراح هون؟ الجراح إذا بتقول له راسي عم يوجعني بيقول لك بدك جراح وبدك قطع راس، مو كلهم طبعا. ف
فنحن اختصاصنا كمعالج كيميائي او طب اورام، انا دائما بقول للاطباء بالامتحان دائما بسالهم باقي كيس يكون ما بدنا كيمو. فنحن اختصاصنا امتى ما لازم نعطي كيمو. حتى بالستيج 4 يعني تيجي سيده عندها نقائق بقول على الاطباء بيكون دول يعطوها انتراسايكلين كومبينيشن انتراسايكلين مع تاكسين مع تساقط شعر مع ما جماعه نحن بهمنا not only survival but also quality of life. فنحن لما عم نحقق survival طويل على المدى البعيد مع حفاظ quality of life بحد واحد يوميا بالبيت بدون قبول مشط بدون استشعار بدون تعرض لكورونا بدون تساقط شعر بدون سميه الكيمو والاختيارات مع حفاظ حتى على الحاله النفسيه. كلنا نعرف السيده هي ام لأسرة، هي مدرسة لأطفال لمدرسة أو الجامعة بس إنه كمان الموضوع النفسي قد مهم لما أنت بحب واحد يومياً عم تحافظ وعم بحكي على الستيج 4. فأنا في حالة حتى هي مشتركة أنت بتعرفها، بس في كتير حالات ستيج 4 نحن نأجل علاج الكيمو as long as we can لأنه في عندنا خيارات هلأ أحدث بالاعتماد على الطب الدقيق. عم بضرب امثلة على علاج الهرموني بس هلا احنا بعصر كمان التارجت ثيرابي، الميونو ثيرابي، كل هذا بيعتمد على البريزيشن ميديسين. ونحن هي اور فيجن تبعنا وشكرا لكم. شكرا جزيلا. Thank you.